ان في اطار الدوله القويه المركزيه التخطيط الاستراتيجي يبدا من وزاره التخطيط على مستوى مصر، تخطيط على مستوى المحافظه المدينه القريه هيبقى من تحت مستوى الايه؟ المحافظه. حضراتكم ده تغيير في بوصله، ده تغيير ايه؟ نوعي. محتاجين كل من حضراتكم يقول ده في اطار ده انا ايه؟ السنه اللي فاتت كان بيجي لي خطه التخطيط، التخطيط العمراني، التعليم، الصحه، ويقول لي هو ده اللي هيتنفس في المحافظه. بنعمل ايه؟ بنعظمه وننفذ، صح؟ تمام. بتاع السنة اللي فاتت ده هو اللي ودانا، هو ودانا عبر سنين عشرات السنين اللي احنا فيه النهارده، صح؟ نتائجه هي مع الأرض، في جوانب إيجابية لكن في جوانب إيه؟ سلبية.